طيب أستاذ وائل، امبارح أنا يعني شفت خلود ابنتك كانت تبكي بحرقة شديدة وتطلب منك يعني أنك تظل معها، لأن يعني ليس لها أحد سواك وأنت السند. بماذا شعرت وهي بماذا تشعر الآن؟ والله هو يعني صراحة يعني هم فقدوا أشياء كثيرة. أنا مع الأسف يعني في كل حرب وفي كل الظروف الصعبة دائما أتركهم لمصيرهم. أنا مش عايز أثقل عليك، أنا مع الأسف لأني مش عايزة يعني إن أنا أثقل عليك في أحزانك وأوجاعك، وحنهي المكالمة بإني هقول لك سلام لك، ده من كلامك أنت، سلام لك وعليك، سلام على أهل غزة، سلام لترابها الذي يحتضن الأحبة. بارك الله فيك، الله يصبرك ويصبر أهل غزة جميعا. اللهم آمين. لك الله. شكرا يا أستاذ وائل، وإن شاء الله رب قلوبنا معكم، اجمعنا فيكم على خير إن شاء الله. برنامج وشعب وحكومة ورئيس، يعني كل هؤلاء قلوبهم مع غزة. شكرا أستاذ وائل، شكرا، مع السلامة. يعني لا كلمات تكفي ولا قلوب تتحمل.